حبيبتي اتفضلي الختم بتاعك. أشكرك، ما تزعلش بقى يا تيواري، لكن فيبو فعلا عنده حق، انت بقيت ضعيف قوي مش قادر تعمل حاجة. انت صح يا أنيتا، تيواري بقاله فترة ما عندوش أي قوة ولا صحة لأي حاجة، وعلى طول قاعد كده في مكانه، عشان كده عملت له المشروب ده بإيديا. يا أنجوري ده ما ينفعش مع حاجة أبدا، وكل تعبك ده هيروح كله في الهوا. خليك محترم في كلامك، فاهمني؟ انت فاكر نفسك ايه؟ بطل مصارعة حرة في بطولة دولية؟ طب لو عامل شاطر قوي كده شيل الكنبة. يوه بطل بقى خناق شوية يا فيبو، هو ما يقدرش يشيل الكنبة عشان جسمه تعبان. يا تعبان اسمعني، اقصد يعني اشرب الوصفة دي يا تيواري، اول ما هتشربها هتلاقي جسمك ده كله جاتله قوة كده ولا 100 حصان. يا عم بقولك مفيش فايدة، مش هتأثر فيك أي وصفة. ما تحاوليش معايا. إيه أخبار القوة في جسمك ها؟ بقولك عمره ما هيتغير، ده راجل ضعيف. هتبقى كويس. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.